ملكة الصابون. نعم يا سادة، ما غيرها. ملكة الصابون هاجمتني. أحمد أبو الروك، قبل ما أفهمكم إيش صار بالضبط، أول شيء علبة الملاح هي رجعت قززتوني. هاي علبة الملاح، تمام؟ على 3 مليون إن شاء الله يا جماعة. علبة الملاح حتعمل فيديو لحالها بدوني، هيك أحسن. طيب، ملكة الصابونة، للي ما بعرف ملكة الصابونة هي بنت اسمها إشراق، وهاي البنت تعمل فيديوهات كثير خرافية على تيك توك. أو كيبورد حلو، فيديوهات ردات فعل. طبعا هي صاحبة المقولة الشهيرة، صابونة ولا أفوكادو؟ صابونة ولا أفوكادو هاي؟ نعم يا أصدقائي، هذا هو السؤال اللي شغل كل العلماء في الفترة الماضية ليلا ونهارا، قاعدين ببحثوا عشان يحلوا هذا السؤال، عشان الأجيال القادمة يقدروا يعيشوا حياة مرتاحة. صابونة ولا أفوكادو؟ هلا بعد ما عملت كمان فيديو وحكيت فيه عن إشراق، حاط لكم الفيديو في الديسكريبشن، صار في إشي كثير تحشيش وخرافي على تيك توك، وما بعرف إذا أنتوا لاحظتوا، بس صار في زي حرب باردة بيننا على تيك توك. اشتقتوا للصابونة ولا لا؟ اشتقنا لها. كله تمام هلا، بس طلع شو بتحكي هسا. الله، مثل حبة الأفوكادو شكله، صح؟ والله يا عيني على الراحة النفسية. يعني كنت لسه عامل فيديو بحكي عن موضوع الأفوكادو، راحت نزلت هاي التيك توك هيك فجأة بالصدفة، بعد ما أنا عملت الفيديو بيومين. بعدين نزلت هذا الفيديو، شوفوا شوف أحلى فيديو صابوني مرق علي. طلعوا يا جماعة، مش طبيعي. وفي ناس طلعوا مهووسين بالصابوني غيري، صح ولا لا؟ واو واو إشراق. اقسم بالله قاعد بتطخ علي البنت او شيء، مش عارف. بعد ما حكيتها عملت هيك نظره، صح ولا لا؟ حسيت انه بتهاجمني قاعد بطريقه غير مباشره. واللي ما بيعرف انها راحه نفسيه خليه يتعلم ويعرف. حرب بارده، حرب بارده. رحت انا رديت عليها، طبعا عملت هذا الفيديو. شكرا على المنشن. هاي صابونه ولا فجله؟ ما احلاها على فكره. هاي الصابونه خلص فازت. طبيعي طبيعي جدا. اتوقع هون عملت لي هيك شروق بلوك على التيك توك، بعدين بعد هيك يومين شالته لحالها، او ما بعرف اذا انا عملت شيء، ما بعرف شو صار. وبس يا جماعه، هون انتهت الحرب البارده، وعم السلام، عم السلام في اراضي التيك توك وخلص. لحد ما قبل اسبوع اشراق نزلت فيديو تهاجمني على يوتيوب. طبعا انا ما عرفت عن الفيديو الا قبل امبارح. مش عارف ليش ما بعتوا لي، ابعتوا لي يا جماعه، لما حد يحكي عني ابعتوا لي الفيديو. فنو شاهد يا جماعه، احمد ابو الروك بيعمل سخريه من بعض الفيديوهات، واغلبها بتكون تيك توك. اوكي، بعمل سخريه من بعض الفيديوهات، مش اغلبها تيك توك. نوب. انا شفت احمد وعرفته من خلال انتقاده لي، من بعد ما صار الهجوم الشرس. او هجوم شرس؟ واو بنت، واو. ايش هجوم شرس؟ شو ما عملت شيء. حسستني اني غوريلا بهجم عليها هجوم شرس. هجوم شرس، واو. ما بديش احكي كثير. كيف الواحد بيعمل هجوم شرس على واحد هيك؟ بدخل الفيديو زي هيك. هو بجوز احسن حدا انتقد، ولكن استعمل بعض الكلمات المتنمره. والله معقول يا جماعه؟ ما بعرف صراحه، انا بحاول ما استخدم اي كلمات متنمره، بس مرات لانه بتعرفوا انا انسان مش غوريلا. مرات بزل لساني. انا اسف شروق، ايش الكلمه المتنمره اللي حكيتها؟ يعني احمد ابو الروك، لما انت بتنتقد الناس لازم تعرف شو بتحكي الفاظ ما بينفع تتعدى عليهم. واو واو واو، والله قاعده بتبهدلي البيت، حاسس حالي كلب. واو، شو حكيت؟ ما بعرف، اقسم بالله ناسي. والله ناسي انا شو حكيت. ما بينفع تحكي كلمات مش لطيفه، هذا اسمه تنمر. واو واو واو، سوري ما بعرف، انا اسف اني تنمرت عليكي. التنمر اتوقع لما الواحد يتمسخر على شكل الشخص او على 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 شعره او شيء، صح؟ صح، ما بعرف. بس انا دائما بحاول بس احكي في المحتوى، فانا تنمرت عليكي يا اشراق. بتعرفي انا اسف، جد انا اسف، بعتذر منك. اشراق، هاي هديه مني لاشراق كاعتذار لاني تنمرت عليها، مع اني ناسي شو حكيت. بس خلص هشحنها، مش هحكي لكم ايش فيها، هي الشغله بس بيني وبين اشراق. وشفت انه نقدك بناء في كثير 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 من الفيديوهات عندك، بس احيانا بتستعمل كلمات بتحطك ان تروبل. وات ذا هيل؟ ان تروبل؟ بتحطك ان تروبل. اي دونت نو وات ذا هيل از ذس؟ يو نو؟ وات ذا تروبل؟ نو. ما كان في داعي تحكي عن فيديو هيدا مسخره وهيدا كذا، لانه في ناس ممكن تقول شو؟
هذا هو التنمر اللي انا عملته؟ اني حكيت عن الفيديو تبعك مسخره؟ يعني ما حكيت شيء عنك، حكيت بس عن الفيديو صح؟ يعني فعليا مش تنمر، هذا مش تنمر. لما الواحد يحكي عن محتوى هذا مش تنمر، تمام؟ لانه محتوى. انا ما حكيت عن الشخص نفسه، حكيت عن المحتوى. انا ما بحكي انه انا شخص ما بغلط، لا بغلط ومرات اوكي ممكن يزل لساني بس شو، بس انا ما غلطت بحقك انت. قال جايب لها هديه كمان، فش لك هديه. ها راحت عليك، كان ممكن اعطيك هديه بس راحت عليكي، وحفرجيكم ايش في جوا، بس استنوا لاخر الحلقه. فيك تعمل ميك فان اوف ذا ثينج، فيك تعمل شيء يعني فوق. What I did is because I make fun of your videos, not you. No, your videos. Okay? I make fun. ضلك تستلم الشخص مرة واثنين وثلاثة وأربعة، هذا تنمر. لا 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 لا. استني شوي. انت على كيفك بتقرري شو التنمر؟ التنمر لما أنا أهين الشخص، أهين الشخص، أتمسخر أشياء هو ما بيقدر يغيرها في حاله، ساعتها هي تنمر. أثيس علي الليفل تبعك شوي. بمجالك. واو واو هولي ش نو واي وات ليفل وات دو يو وانت تيل مي. اذا انت ما بتعرف انه في شيء اسمه ساتسفاكشن، لا في شيء اسمه ساتسفاكشن. ايش هاي ساتسفاكشن؟ شو هاي؟ اطباء النفس عندنا في كندا، في امريكا، في يوروب تستعملوا هاي. واو او ماي جاد. اطباء النفس عندنا في المانيا وفي بريطانيا وبريطانيا وسريطانيا بيحكوا انه الفيديوهات هاي تعمل ساتسفاكشن، تمام؟ اوكي؟ شوف فهمك انت، انت مش في المانيا وبريطانيا وكريفرانيا و... انا اوكي انا ما بعرف وين البنت عايشه بالضبط، بس ما اتوقع في اي حد هيك بيحكي، انه عندنا في امريكا وكندا ويوروب الثلاثه، انت وين؟ انت كل اسبوع في بلد مثلا منهم؟ هيك لما احكي لحد عن شيء في بلدي ما بحكي له هي عندنا في الاردن وفي شو في جنب الاردن؟ والله ما بعرف. فضيحه. شو هاي البلد؟ السعودية؟ لا هون السعودية هون، لا استنى شوي. اوكي السعودية. عادي هيك كل هيك الكل ما بيعرف. اعمل شوية بحوث، شغلك كل مطلوب منك انك قبل ما تبلش تنتقد بالشخص. لا اوكي جد سحبت منك الهدية، تمام؟ وتكون بصورة لما تشوفي شو في جوا هاي حتندمي على كل كلمة حكيتيها، وحتنزلي فيديو اعتذار. انك تعمل دراسة كاملة عن الموضوع اللي بيحكي عنه الشخص. اوه والله لازم اعمل لك دراسه كامله يا اختي. هيك اجيب كل شله العلماء اصحابي، هيك نعمل دائره ونحط هيك تيك توكات شروق ونقعد نبحث. ايش ابحث؟ بنت انت يا اللي بتحكي لي ابحث وادرس، انت مره عملتي فيديو فيه زبده وكنت تحكي عنها جبنه. هالمره مش صابونه، هالمره جبنه. حنحكي عن الشخص الثاني يلي انا امبارح فتت على اللايف تبعه، ماهركو كمان. البنت هجمت علي انا وماهركو، طبعا ما بعرف ماهركو، بحبه كثير الزلمه هذا، كثير محترم. عملت ستريم على فيسبوك بعدين شفته طالع، ووقتها كان عم بيعرض صور لبنات. شو؟ وات؟ تيك توك الاجنبي، صور خلينا نقول نود بيكتشرز. نود بيكتشرز؟ نود بيكتشرز يعني صور، يعني صور عيب؟ ما هيكو ايش في يا زلمه؟ انت مجنون؟ كيف يا زلمه كيف تفرجي هيك صور على بث مباشر وما تحكي لي؟ هاي بيكتشرز او نود فيديوز تفرجيهم اياه، مش طريقه لج بدك تحكي له انه ماهركو نزل صور لبنات مش لابسين اشي، نزلهم بث مباشر وخلاص هيك الامور ما مشيت تمام؟ لانه احنا يا اختي احنا عايشين في الاردن مش في كندا وامريكا ويوروب. فيك تجذبهم بمليون طريقه ثانيه غير انك تعرض لهم فيديوهات لنساء عاريات. واو. يا ماهركو تعرض صور النساء عاريات؟ اخ منك يا زلمه، توقعتها من كل حد الا انت. انا جد عندي فضول اعرف شو اللي نزل بالضبط ماهركو، يعني شو عملت يا زلمه؟ شو اللي عملته؟ يعني كمان مان، يعني تو بي اونست. شوفي شو، استنى شوي، اشراق شو عم تعملي؟ شو هالافكت اللي عمليته بضلها تختفي وبتطلعوا؟ يعني كمان مان، يعني تو بي اونست. انه ليش يا شروق هيك؟ ليش هيك عم تعملي؟ ليش؟ شوفي ما حاسس حالي عم بطير. شو هذا؟ كل الناس اللي هاجموا وانتقدوا وعملوا وسووا وقاموا وحطوا بجوز احمد ابو الرب هو الطف حدا. هاي اوكي انا متوتر. هو ألطف حدا وأكثر حدا بيعرف ودارس الموضوع وعنده دراية بالشيء. استني يا بنت، انت مش قبل شوي كنت هاجمة علي وبتحكي انه انا ما عندي دراية ولا عارف اعمل اشي ولا عندي واعمل دراسة وما تعمل. اعمل شوية بحوث. خلال دقيقتين غيرت رأيها، هي بتصور الفيديو غير. و
وعنده فهم لموضوع الانتقاد. واو هسه صار عندي فهم لموضوع الانتقاد. اوكي اريحكم. والله ولا عندي ولا فهم. والله ما عندي فهم بشلني. بس بفتح الكاميرا وبعد بحكي شروق حدد موقفك. انا ما بحب زيك، ما بحب. انت قاعد تلعبي بمشاعري، مره تهجم علي مره كويس خلص تعبت. باقي الاشخاص مجرد ولا شيء، ناس ما لهم مكان، ناس ما بيعرفوا شو يحكوا، ما عندهم حكي، وبس بيحطوا كلام ورا بعضه بس عشان يجيبوا مشاهدات. اوكي انا جد هيك. اوكي يا جماعه، طبعا هاي قناه اشراق للي بده، مع انك بالاخير رجعتي كويسه بس راحت عليك الهديه، اسفين ما بتقدر هيك تعملي. انتوا لاحظتوا شغله يا جماعه صحيح، انا كانت هي قلبي ضدي، بعدين اول ما حكيت انه بديش اعطيها هديه صارت معي في الفيديو. واضح هي بتعمل الموضوع هذا مصلحه عشان تاخذ الهديه. للاسف ما في لك هديه، وهلا حفرجيكم انتوا ايش في جواتها. طلعوا يا جماعه انطروا. علبه كامله كلها صابون. راحت عليك يا اشراق، غالبا قاعدة بتعضي اصابعك من الندم حاليا. طلعي، تخيلي كمية التيك توكات اللي كان ممكن تعمليهم في هذول. مش احسن لو انك فكرتي قبل ما تحكي كل هالكلام الجارح اللي حكيتيه؟ بوجع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، احكوا لي انت رايكم في الموضوع، شوفوا قاعد بجاوبوش وغير تعليقات. يلا بيس. هاي هي أغنية التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلا، هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا. تعليق من الفيديو الماضي، علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي. تعليق عشوائي.